شكرا يا اخوي، استغفر الله وشكرا يا واتوب عمر. اليه يا ربي. تراك واضح واضح واضح. استغفر الله يا اخي. بعدين يا اخي ايش عندكم انتم يا اخي؟ خلاص اقسم بالله العظيم يا اخي انكم فريتوا دبي كلها، ارجعوا السعوديه يا يا اخي. اخي لا ترى تراقبنا يا اخي. يا اخي ترى موسم الرياض فتح يا اخي، ايش فيس؟ هنا بيفتح موسم ما لازم يفوتكم نحضره. والله، لا يفوتكم والله العظيم صراحة. العاب واليوم كفو الوطني، يا أعلام علي، وطنية، يا ربع شدوا جولة واحدة وحكم. بسوق عليهم بالكلام لأن نسينا الحكم. انتبهوا من الجحفلة، انتبهوا من الجحفلة. شباب نلهيهم بس سوالف ويكون. أيوه نعم الحين بلا بس للسؤال، ما شاء الله عليكم. كفو يا علي كفو. الحين انت مركبه مضخمات صوت للجوال، لا ليه اجي كيف تسمعوني بدون سماعات؟ ما شاء الله صوتك عالي ما شاء الله؟ اجل انا جوالي انا خربان. ها اي غيره تمام، عاد انا الربع امس عيد شدو. ميلادي ما حد جاب لي هدية، يعني قلت يمكن ناس من دبي زي كذا. ما يحتاج احد يجيب لك، يا لا ترك تهدي هدي، نفسك، اهدي نفسك بنفسك. ما انا قلت يعني يمكن في ثنتين اعرفهم في دبي، يعني يمكن تهاد وتحاب، وانا ما ادري صراحة. انا ما اعرف احد، تعرفي انا ما ايش اعرف تهاد وتحاب، يعني تهاد وتحاب يعني. لبى قلبك ابو نصوص؟ لا زال التوتر شكرا موجود. يا علي. يا ربع كم ساعة الشاشة شباب ستو؟ شباب ترى نظامهم تابعوا اخر صفر ثانية، الداعمين، اخر صفر ثانية ترى نظامهم انتبهوا من اخر صفر ثانية عندهم. صفر، آخر صفر يا اخي ثانية تقعد عندهم ترى. أنا قايل لكم كفو لب قلبك نواف، يلا بس لب يا قلبك نواف، هاي. ما قصرت نواف حبيبي، الله يسعدك، شكرا. كفو يلا عاد أنا أستأذنك روان، مع السلامة. تعالي الحكم، عندك حكم براسك. عز الله يعزك لا يا أنا، أنت قلتي سكسار، شو يا اسمه، دونت لوك ات مي. كفو. انت قلتي شو اسمه يا رب، ايش انت قلتي من جولتين؟ لا انت وانت خليك. اصريت انها من جولة صح ولا لا؟ انا قلت جولة لكم والجولة الثانية، لاني انا داري انكم بتفوزون، ترى انا اقرا الجولة الثانية نشوف عاد من اللي يفوز فينا. يا تركي وش هالمستوى يا الله. يا اختي يا اختي ترى فرق 3000 نقطة، امس خلاص انا امس اشوفكم فرق بيني اليوم. وبينكم 18000 ما نقطة، في امس بيني مستوى، وبينكم. توك منفذ حكم، ما في مستوى، اوكي خلاص تروح، اوكي خلاص اوكي ما في اوكي مستوى. اوكي حتى لو ما عندي مستوى بالذات انت يا رزاق مالك قبول، الله يستر عليك. خلينا نسولف مع استاذ روان. ما في خلاص استاذ روان، استاذ روان. لو سمحت انت مالك قبول صح؟ لا عندي ولا عند اختي صح، يعني الحمد اثنينكم لله ليه؟ دام مالك قبول مالك عندكم اجل انا بفصل بروح، مع السلامة، مالك فرصة قبول سعيدة. اذا انت مالي مالك قبول، قبول، اجلس عند ناس عندكم قبول ويبوني يا ليش؟ اخي ما اجلس فيك. عند ناس ويبوني ليش؟ اجي خلاص مع السلامة، الله يسعدكم. ها لي قبول ولا لا؟ اسف بس لا. طيب انا بسألك نفذ روان الحكم انت والله. ورزان، انا بسألك رزان انت ورزان. طيب يعني مالك دقيقة مستحكم دقيقة شروط، دقيقة، سؤال يعني سؤال المفروض ما سؤال ينفذ احكام، سؤال يعني سؤال كفو لكم، كفو احكام. سؤال لكم، سؤال لكم. الحين تفضل. مثلا انتم جت عزيمة حريم، إن عزمتوا عند حريم يعني غصب عنكم، يعني لازم تروحون لها، غصب عننا المطارف. يس الطرف مقابل الآخر، ايه الطرف الطرف الآخر، الاخر. شكرا. سيارات حنا ما بس نبشر. أيوه اذا هو قلد ابو حري خلاص يصير نفسه يعني عادي. هو إذا هو قلد ما راح يقلد إن شاء الله، ما راح يقلد إن شاء الله بإذن الله. قل ادبها. تعال تعال طيب انا طيب احكم أوكي عليه، أوكي أوكي خلاص. احكمي عليه خلاص، احكمي عليه، احكمي. ها الحكم وش الاول. احكامكم يا اخي؟ يلف بقلبك يا روان، اقسم بالله صار لك قبول في قلبي يا اخي، علي حرام، الحكم اقسم الاول بالله بس العظيم، تعال. والله العظيم لو ترضين، لو ترضين ان نصير ماي لوف اني تم، والله العظيم. الحكم الاول امسك، تلعب في الشماغ، تمسك ذكي. رزان اطلعي منها، رزان ايش تبين؟ اطلعي منها يا اخي. ما بي ما بي ما بي. خلاص يا طش مطاش، روحي هناك بالله روحي. اسمعي الحكم استاذ روان، الاول تمسك شماغ وتطلع اذنيك سابقين وتسوي بلوتوث مع بعض يسولفون مع بعض هذولا، خلاص رزان القاعدة. ابعدي.
خلاص خلاص رجعنا بعدين. ترى احكامها سهله، انا احكامي اصعب. انا ابيك انت يا اصعب. خلاص الحكم الاول تمسك شماغ، تسوي كذا، تطلع اذنيك وكذا، تمسك كذا جوله كامله. ايش الاحكام النايمه هذه يا اخي؟ خلاص احنا احكامنا نايمه، احكامنا نايمه لان اعطيني 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 رزان، اعطيني رزان، خلاص ابعدي انت. ماشي ماشي. الحكم الثاني، الحكم الثاني نبغى نبي ماسك، نبغى نبي ماسك الصابون، نبي رغوه تايد. لا صابون احسن، حرام تايد. هو يبي تايد، انت بتايد كيفه؟ اختار تايد، صابون، شامبو. يا اخي حكم سهل، ليش ما يرفضوا؟ حتى مو حاط شيء. يلا انا حاط منصب ترى. نبي الخيل جولة كاملة. خيل يا اخي، يا اخي جولة كاملة يا اخي، طفش على الفاضي يا اخي. خلاص اسمع. لا ها، مشيت البطة، انسى جولة كاملة. مشيت البطة 20 مرة. شفتي كيف اقرا افكارك من نظرة عيونك، وانا داري من نظرتك انك حبتني. سناب يعني في البايو بدون ما تصرحين قدام الناس، عادي ما عندي اي مشكلة، راضي بحبك. الله يسعدك. الورد الاصفر للمجد. ليش تبون يمثل انه حامل؟ انت قد مثلت انك حامل؟ وبمشي يا بنت الايه، استغفر الله يا ربي. والله هم يكتبون خليه يمثل انه حامل، حكم حلو عليه. استعلى وجهي، استعلى وجهي، استعلى وجهي، انت وجهي حامل الجبهه. انا شفت اقول لهم هم استعلى وجهي. لا لا لا، وانت تقلين كومنتات بصوت عالي ليش؟ مثلك خلاص. لا والله، لا والله، انت انت ايش قلتي؟ انت قلتي ما ترضين الاهانه للطرف الاخر، وانت زي كذا يعني كلمتك ذي قذفتيني. انا استاذ كروان، مع السلامه. قذفتيني؟ لا عدلتي اسلوبك راسليني، مع السلامه. الاحكام وبعدين مع السلامه. طيب قولي لا تعال شيء، بس تبين الاحكام بس. يا ربي بتعب. بنفذ بنفذ البطه جوله ولا جولتين؟ اصبري. يلا هذه اخر جوله، بسم الله الرحمن الرحيم. خليها جولتين تروك، خليها جوله يا شيخ. ها جولتين؟ لا جولة 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 يا اخي، انا رقبتي وجعتني وانا ناظر فيكم يا اخي، انتم مرة صغار كأنكم قمل يا اخي. انت مرة حاطة لتحت. طيب ما دخل يا اخي، حرية شخصية، ايش تبين انت؟ لا تشتكي. طيب ليش تشتكي؟ اصبر خليني اقعد ارتب الغرفة. وش يضحك في الموضوع؟ شباب شدوا شباب، الله عادي عادي شباب. ان سمعتوا احنا ما حد غريب يا تروك، عادي مو لازم نظر الغرفة. والله والله صراحة مي بوسخة والله، بس ملابسي طايحة في كل مكان. عاد والله عندي ملابس ما يصلح تطلع. عادي عادي، بس محفوف. محفوف نعبو بليسس. انا ارقد اقوم اشوف الاكسبلور كلبوه مقاطع بثي. تبيني انك بزيادة محفوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نور بالدوري، نور يا بالدوري، والله تمام. شباب اي صوت تسمعونه ترى ماني مسؤول، انا علمتكم من الان ترى ماني مسؤول. يا اخي ما في اصوات، هو يبالغ. انا ابالغ، ترى ماني مسؤول، انا علمتكم من الان ماني مسؤول. تمام. شكرا يا علي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. تكلميني؟ لا. أربعة كم باقي؟ باقي 16. هذه أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كم قلتي له؟ 20 خمسة. هي 15. ستة سبعة ثمانية. تسعة عشرة احداعش. خلاص 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 تروك، اجلس اجلس، تعال تعال. ما يسمعنا. يا تروك 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 ما يسمع. تعال سبعة عشر ثمانية عشر عشرين. يا اخي انت ايش فيك ترى من اليوم النادي؟ اوه اوه ماي جاش، ليش ما تسمعنا؟
يا تركي. نعم. ما تسمعنا من اليوم ناديك. الحمد لله اني ما سمعتكم. لان صوتكم يسد النفس يزود التعب تعب. لا بالله. والله. بالله توجدتكم الرحمة. لا بالله عليك. والله العظيم. طيب. طيب تمام. انت ما سمعت. يا اخي ربي كتب لك انك تسوي يا عشرين. طيب. يا ربع شدوا. طيب. اخر جو لا شدوا. ما خليكم تسرون نعامات ماني بتركي. طيب. يا ربي. تمام. تمام. شكرا يا ربي. سحر. طيب. اخي يعجبني الواثق الواثق. طيب. طيب طيب. يا ربع اخر جو لا شدوا عادي رياضة يا صروك ايش عندك؟ تمام. يا اخي رياضي يا اخي تجبصت ركبي انا ما عندي لياقه عشان اسوي رياضه زي كذا لياقتي صفر ترى يا ربع شدوا جوله اخر جوله الروك صح؟ هي اخر جوله ترى الحين ما ارسلت لي الصوره نسيت صوره والله ما ادري ليش ما حد يكبس كبسوا على الشاشه شباب كبسوا على الشاشه شباب صدقوني بالتكبيس احنا راح نفوز انا اعرفكم شباب ايدينا الواحد كانه ما شاء الله كانه تخبص تميس ده كبر اصبعه اكبس عشر كبسات في اصبع واحد يا ربع شدوا روان شباب والله العظيم اني مدينا ما ادري احس نواف عنده جحفله اخر الثواني صح نواف حولك جحفله شيء بسم الله اخر جوله خلينا نفوز بسم الله الرحمن الرحيم عداك العيب يا حبيبي عداك العيب لب قلبك حبيبي كفو كفو شايفك شايفك يا استاذي شايفك شايفك مرحبا بك الله يحييك حبيبي شكرا يا راش انت فهمتني يا استاذ عشان ما اتكلم ويخبرون الوضع الموجودين في البث لكن ان شاء الله اذا قفلت تواصلت معاك واتمنى انك تفهم تو هو من جحفة لآخر دقائق شدوا شكرا يا منصور استاذ ارحب يا نوم والله يا اخي عز يا داثر يا عز الله يا داثر اشتغل الموتور ثم يا لب قلبك يا استاذ نواف يا لب قلبك اقسم لا انك ما قصرت شباب ضيفوا نواف اقسم لا انك ما قصر يا عيال مستوى ما في مستوى تعبتونا افوز عليه خلاص مستوى مستوى لا تقلدون لا تقلدون اسمح لي الكلام ذا انا قايله لكم ما حد يقلد مستوى ما مين مستوى باقي جوله ترى كفو نضيف باقي جوله لا تسوي نفسي فايزه ترى باقي جوله ترى باقي جوله نعم شباب هذه اخر جوله تفرق بيننا يا اما اني انا افوز او هي تفوز تمام يا عيال امانه مو انا قايل جولتين انا قايل اخر جولتين يا استاذ روان مو انت قلت لا تركي جولتين انا قلت تمام انا قايل تمام وانا اسوي بطه ترى ورحت على طول سويت بطه انا قلت تبغينها جوله واحده ما عندي اي مشكله ما عندي اي مشكله جوله واحده عادي انفذ ما عندي مشكله لكن انا قايل لك جولتين ترى والله قلت جوله يا سروك لا تحلفين انت حلف يلا لا تحلفين انت حلف علي الحرم نقيل جولتين لحظه احلف ان احنا علي الحرم نقيل جولتين يا اخي توك تقول انا احب جوله واحده وكل لا جولة انا واحدة. اخر تحدي قايل جولتين خلاص قول والله العظيم انها جولتين وروح جولتين خلاص تمام لا تمام انت تبغون ننفذ الحين ما عندي مشكله اعطوني احكامكم لا 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 تعال 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 شباب انا قاعد اقول علي الحرام الحلف من دون الله ما يعني ما لا يقول الحلف علي الحرام مو بحلف يعني عشان زي كذا بس ما مشيت عليهم حسبي الله على عدوهم ايش ما تمشي علينا قال جوله سمعت جوله واحده اعطيها انا قايل لكم جولتين ترى خلاص انت احلف بالله انها جولتين ونروح جولة ثانية عاد ما عندي مشكلة والله جولتين خلاص انا قلت يلا قال والله جولتين يلا ليش ما تقبل طيب؟
انا قايل والله جولتين، يعني والله اني بلعب معاكم جولتين بس. المره الماضيه اللي يوم فزتوا عليه الحين جوله واحده، لكن يلا اعطوني احكامكم. اعطي احكام الحكم الاول استاذ روان. انا ما دامني صارحتك بالكلام الطيب، يعني صار حيني بحكم طيب مثل مبسمك ذي الزين. الله يسلمك. اسمعني اسمعني، انت قليل ادب لما تفوز. استغفر الله واتوب اليه. ثمني كلامك لو سمحت قبل لا تحكي. الله يسعدك، انا ما ابي اغلط عليك يا استاذه. الله يسعدك. الدوسري حساب رزان الثاني، انا اشك فيهم كفيار والدوسري. يحفظوا حساباتهم تمام، احفظوها احفظوها تمام شباب. الحكم الاول ايوه نبي ماسك الصابون يا استاذ تركي. ترى انا وجهي فيه حبوب عشان زي كذا بيضرني، اذا انت تبغين تضريني ما عندي مشكله. يا الدوسري اكتب لي احكام خاصه الدوسري، اذا كتب سماح كتب شيء راح. والدواسر 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 والدواسر. وربي معاي سكويا دايم اروح وادي الدواسر لعيونك. سامح انا اخوك الله يسعدك. خليني اتاكد بس بشوف الدوسري كتب يبي سكوات. طيب والشيلة والسكوية اللي انا شاريه عشانك؟ والله. طيب والحكم الثاني طال عمرك. الحكم الثاني يقول عشان الصحة وعشان الرياضة وعشان تمام تمام. الحكم من الثاني الحبة. الحكم الثاني ضغط 40 مرة. رزان جعلها في ذمتك رزان، ما هب انت حساب الدوسري. والله مو رزان والله. يلا بسم الله. الحكم الثاني ضغط 40 مرة. والحكم الثالث. والحكم الثالث تجي زي كذا وطلع بالبش ما طلع اذنك، نبي نشوف حجم اذنك يا اخي ما رجفناها، رجع هذه على ورا وترجع القبله كلها ورا وتمسك من هنا جوله كامله كذا. شوف رزان مالك دخل، مالك اذنك ولا ما اذنك، خلاص ارجعي. الحكم حكمك انت، الحكم حكمك انت روان. الحكم حكمك انت روان، اعطيني احكامك انت. رزان لو سمحتي مال القبول مره الله يستر عليك. خلاص الحكم الثالث نبي الخيل مدة دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر جولة. آخر بعدها جولة. ما عاد اشوفكم لين يجيكم مستوى حلو تمام. تمام. لا الا الله. ادخل حط حط الخيل حط الخيل يلا حطي بسرعة بجوال ثاني. ربي لا سمجها عليهم والله العظيم اوري بكيتها. طيب لحظة تروك لحظة مالي دخل، ما عندي لحظة أنا أبدأ دقيقة كاملة ما مالي دخل. هذا الصوت تك 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 مالي دخل مالي دخل ما بشغل. هذا ثوبي ثوبي يابس ثوبي يابس. طلع صوت الخيل. أنا طلع صوت الخيل إيش فيه يا أخي؟ ما أدري يا أخي حظه حلو. لب قلبك أبو وردة. شباب شدوا شباب يا شباب شدوا يا رجال الناس لو سمحت. خلاص طيب هذا الخيل زي كذا الخيل ها؟ لا الخيل برسل ها؟ ها اجي الخيل كيف؟ ما نفذ. اجي الخيل كيف؟ الخيل كيف؟ نسينا يا تروك نسينا. يعني الخيل زي كذا يعني؟ ايه ايه ايه. لا زي كذا راكب على ديتش فك مسامير توازن. يلا بسم الله بسم الله. انا نفذت 40 ثانية باقي 20 ثانية بسم الله. باقي 7 6 5 4 3 2 1 يلا سري. حمامه مو خير. نفذت حكمس يا ليل خلص. ان شاء الله حمامه طير. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب لو وصيك دخلت هي دقيقتين. خلاص طيب رزان نزلي جوالك. رزان نزلي جوالك. ايه
والله مو الدوسري، والله رزان مو الدوسري والله. نزل عشان ما تدعمين اختك، نظام جي كذا وربي لا اشحن الجوال امي خليها تدعمي والله. يا عمي كنت اطلع لك صوت خيل. لب قلبك اورنس حبايبي، شباب شدوا الشباب، يلا يا شباب ترى يد وحده ما تصفق شباب. كبسوا على الشاشه والله ما حد قاعد يكبس، كبسوا على الشاشه. اخوياي عاد انتم ما يحتاج يقول لكم كبس ولا اي حاجه، خبرين الوضع انتم. قولي لهم يا جماعه الخير. لب قلبك اورنس حبيبي. امزح امزح، كبسوا على الشاشه. رزان والله هاشتاق رزان تتعرض للناس بالتعنف، تقصص صبحهم. لا لا اعوذ بالله، استغفر الله. شباب انحاشوا، شباب كيف افصل؟ بسم الله لا يا ربي. طبعا خايف تنهزم. كيف صدق من قال يضحك على الواحد؟ لو ضحك على الناس الله بلا امسك عليهم اليوم هم يضحكون. سبحان الله الله يعزك يا داسر. يعني ما ادري متى اخر مره ضحكت علينا. زواا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 ا
حكم. وصلت الاحكام اذبحي اختك، هذا اللي وصلت له حكم من كثر ما افوز عليكم. خلصت الاحكام اللي عندي، انا اتمنى متى ترجعون لبيتكم عشان اعطيكم حكم فنان. بس انتم ارجعوا لبيتكم. مين اللي امس كان زعلان من احكامي انها قويه؟ كيف ترى مره واحده فزت علي الحرام. ان امس انت ما فزتي الا مره واحده امس يا اخي. لا لا لا، انت فزت مره واحده. انت فزت مره، اعطيتني صابون ومره امك سامحتني. لب قلبك، لب قلبك استاذ نواف. بعدين امس امي سامحتك، ليش ما سامحتيني انت اليوم؟ امك سامحتني انا صح. امي في الديره، كيف راح تسامحك؟ يعني ما تدق عليه خلاص، بلا اذا تشوفين بث دق عليه يا اخي، خليه تسامحنا الله يرحمه. لو سمحت كلمها باحترام. طيب طيب انا وش قاعد يسب انا؟ بعد اسب انا؟ لا. طيب لو سمحتي استاذتي، لازم زي كذا احرك اصابعي. خلاص لو سمحتي كلميها. ارحب فارس، شباب الرواتب نزلت. ما ادري ما عليك فارس، متذكرك في كل لحظه. ما عليك حبيبي لا تخاف. هاي هاي يلا ما تكفون، هذه اخر جوله، اخر جولة. ما سامحت رزان، ما سامحت رزان. شدوا بسم الله. كبسوا بسم الله، توكلنا على الله. 40 ثانية يا جماعة. يا أخي اللي عندنا فن الجحفلة، تعرف ايش معنى الفن؟ يا محسن، إذا عندك فن الجحفلة فأنا عندي فن الثواب. يا محسن شوفي آخر ثانية أنت. طيب عدي من واحدة ثلاثة. ما بيعد، عد انت. انا ما راح اشوف. انا ما اعرف اعد. عدي من 1 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ارحب فكرة، ارحب اسد، ارحب، ارحب الإمامة. والله ارفع لك الإمامة زاكر حبيبي والله. اسمع لب قلبك زاكر. شباب ضيفوا زاكر، ضيفوا زاكر ونواف سميع، ضيفوهم شباب والله انهم ما قصروا. ما انحسب طلعتك الدوسري. الله يعزك والله. بسم الله. والله والله لو انها انحسبت القلعة ان كان سكواد رايح جاي. والله 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 والله. اسمعوا أنا بعلمكم، والله 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 ما في أطلق من جحفلة تذاكروا، ما عندها إلا آخر ثواني، وجحفلة ما يصيبكم برج يمحطكم زي كذا على عيونكم. تعالوا وريني عينس، طخ، تعالوا وريني عينس، طخ، زي كذا على العين، على العين، يعميس عمى، تعالي أنت وأختي، تعالي، تعالي أنت الروكة، تعالي، تعالي الحكم الأول، أبي أنتقم، تعالوا، تعالوا، تعالي، 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 تعالي. الحكم الاول سوارتك ذي كارتير، ابيك تكسرينها. يلا مع نفسك يا اخي، انت
ما تستحي على الخطوة الثانية. سري أنت بألف عصب قطي بيبسي. سري 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 اسمع خليها اسمع لك نفس خليها جولة ثانية. لا اسمع لك نفس سروك سروك ما راح تقول أبدا. نيو 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 شباب ذاكروا ضيفوا ذاكروا نواف والله انهم ما قصروا. اقول سري 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 له على عينك. انا قايل لك متفقين من البدايه اخر جوله نلعب معاك. تعال الحكم الاول تقلب وحش انت. ما في قلبي رحمه ما في قلبي يا رحمه يا شينا ترى احنا فايزين عليك. انتم فايزين علي رايح جاي ثلاثه بكشورنا. هي اسمعي اسمعي اي كليتكم بكشوركم عاد انت كانس برتقاله تنكاكا. الحكم الاول اليوم ما انتم برتقاله. اسمعي الحكم الاول والله العظيم يذاكروا اقسم بما احل القسم لجاني ولد لسمي يذاكروا استغفر الله اذا كنت اذكر ان شاء الله. الحكم الاول بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الاول صح رزان رزان خط احمر. سري سري شكرا يا زاكر. يا اخي انت ايش فيك انت يا اخي انت لما تعصب تقلب وحش. خلاص خلاص اوكي اوكي تمام تمام يلا لسه ما ابي انا ما ابي خلاص خلاص عندي فكره. ها الاحكام على الدعمي صح تمام تمام ما عندي اي مشكله. حكم الزاكرو حكم النواف حكم حكم الي بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي انت مالك حكم بسم الله الرحمن انت مالك قبول. ليه مالي حكم؟ اثنين اللي دعموا وانا الثالث يعني بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نواف سبيع الحكم عطني عادي الحكم. عادي هل انت بتعطي الحكم؟ لحظه لحظه ناخذ نصيب للي كبس الثالث رقم ثلاثة. نصيحة الكومنت لا يعطيش حكم. نصيحة نصيحة ايش؟ احكم الكومنت امسح الكومنتات لا يعطون حكم لان احكامهم اقسم لانها اقوى من احكامي والله. انا ما قلت الكومنتات قلت ثالث واحد. ها ذاكروا ذاكروا قال عندك الحكم. يا ذاكروا يا ذاكروا يا ذاكروا هذا ما شباب ذاكروا شباب اقسم بالله العظيم يا شباب ان ذاكروا يستحق الاضافه صراحه. صار اسبوع مو مقصر معانا بشيء كل ابوكم ضيفوه على كثر الاسود اللي نزلها لي ودي افتح حديقه حيوانات في البيت اقسم بالله. افتح الحكم الاول. إيه لو بفتح بجيبكم الثنتين. الحكم الأول وانت الثالث. إيش دعوة بجيبكم الثنتين تغطون المحل مو ب وانت الثالث يعني طيب شيس حتى انت تغطي معنا طيب ايش خلاص أنا أنا اللي أمسك لكم. ما أنت مشهور سناب. اسمي الحكم الأول مش صدق. تخيل شكلهم داخلين بيتنا في ملهم. عطيني لحظة وقص علي ادخل هذه اخر سؤال. الحكم الاول خلاص اسمعي طيب اسمعي خليني بعطي احكام. ماني دخلت الحكم الحكمين ماني داخل ترى ما اعرف ادخل جوله واحكم انا ابعلمس. الحكم الاول الكومنت كل ابوهم يقولون يا استاذه. شباب نواف سبيعي كمان ضيفوه والله ما قصر. الحكم جرح الاول جرح يا جماعه ذاكروا ذاكروا قال عندي. الحكم الثاني عندي انا. الحكم الثالث عند نواف عند الكومنت والكومنت كل بوم تدري ايش يقولون؟ يلا شباب الكومنت عندكم حكم واحد اظافرها لان من قهرين منها يوم نسيت تقولين ما عندي اظافر. اظافر 6-9 تقصينها. الحكم الثاني 9 تقصينها. الحكم الثاني الحكم الثاني عندي انا ماسك صابون تايد. الحكم الثاني ما عندنا تايد يا تروك خليك ما دخل بقعد استهبل لين الحكم الثاني للناس. لا 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 الحكم الثاني ماسك معجون اسنان. قولي ما عندنا معجون بشرتي يا قولي. حساسه مالي دخل مالي دخل مالي دخل حبوبه يا تروك. عندكم حبوب انا عندي حكم صعب حكمين سهل لو سمحت. انا وش دخلني اذا انت سبيكه انا مالي دخل. والله صادقين يوم يقولون سباكتك تمشي عليك انت لحالك. الحكم الاول صادقين يوم يكتبون لا ترحمينا. ليه لا ترحميني لا ترحميني. الحكم الثاني ابيك جوله كامله تبكين وتقلين تروك وداعمين جحفلوني. جوله كامله لا ام سوري لا سوري
خلاص طيب تروك وداعمينا يجحفلوني جولة كاملة. تروك ولا داعمينا؟ داعمين تروك جحفلوني. هذا حق من؟ طيب لا 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 ذاكروا ذاكروا نواف جحفلوني يلا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث خلاص على أول داعم. أي لأنه كان أقوى شيء. لا والله لا والله كل أبوهم ما قصروا الاثنين صراحة. بس إحنا نبي أقوى شيء يعني أول واحد. اثنين. كل أبوهم اثنين ما قصروا اثنين من أول ما تحدي ذاكروا جاء آخر التحدي. نقول اول واحد لا لا احنا نبي الاثنين لا 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 نبي الاثنين نبي الاثنين نبي الاثنين يعني لا نبي الاثنين لا 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 حكمين حق نبي الاثنين نبي الاثنين احنا الحكم الثالث تركبين خيل الحكم الثالث تركبين خيل الثالث خيل خيل الثالث خيل الثالث الحكم الاول تقصين اظافرك الحكم الثاني تبكين وتقول جحفلني لا جحفلوني داعمين جحفلني ذاكروا ونواف الحكم الثالث تركب الخيل تبي خيل يعني كم دقيقة دقيقة زي جولة كاملة كل شيء كل شيء جولة لا كاملة. يا تروك قلت لك ما قلت لك جولة كاملة تروك أنا وش دخلني إذا أنت سبيكر هذه ثالث مرة أقولها لك لا يا ما لي دخل أنا ريلاكس ريلاكس هي أعطت تمام الله يسعدك خلاص ارجع ورا لو ما راح اتكلم هي أعطت دقيقة اوكي فاحنا ناخذ دقيقة او دقيقتين طيب انا بسألك سؤال انا بسألك سؤال استاذ رزان الحين انت دخلتي قاعة اختبار واحد من اللي قدامك حل سؤال واحد وسحب على الباقي راح تحلين سؤال واحد تسحبين عليه على الباقي مثله يعني ما راح تصيرين غبية مثله صح ولا لا انا وش ذنبي اصير غبي مثلها خلاص ابي احكامي مالي دخل مالي دخل احنا غباء لحظه لحظه مره مالي دخل سوري 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 نو بروبلم نو بروبلم نو بروبلم كويكلي بليز وش نو بروبلم تعرف معناته اصلا نو بروبلم يعني لا مشكله لا مشكله يعني تمام يعني امورنا طيبه يعني ناخذ دقيقه تروك لا يلا دقيقه لا. خلاص دقيقتين لا كثير جوله كامله راح نطفش انا لي دخل احنا نطفش زروك اساسا انا طفشان ومخلص يعني انتم شو انتم خلاص نصير دبل شوت طفش دبل شوت او دبل شوت دايما من ستاربكس خلاص الله لو سمحت يلا نفضح كام يلا بسم الله جوله كامله ها بسم الله الرحمن الرحيم يا الله والله راح تندم تستاهلي ليش قعدتي انا ابي اندم انا اندم ذا ادوره ابي اندم في التحدي معاكم ابي اندم يا اخي انا كان مستاهلي اركضي يلا اركبي الخيل بسم الله الرحمن الرحيم نعم وش راكب حمار انت اركبي الخيل يلا بسم الله هذا خيلي لا 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 مو بزي كذا الخيل لا 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 مو بزي كذا الخيل لا هذا خيل لا وش قاعده تهففين انت لما حاطه مكيادي وجالسه في حر لا لا ام سوري هذا خيل انا هذا لا مو بزي كذا الخيل هذا خيلك متاكد انه خيل ولا شاري جحش من سوق الحمير اللي هو المهم شيء ينركب عليه خلاص استاذ رزان ما يطلب خليها دقيقة مو صحة خليه كذب موت يا ربي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبسوا على الشاشة وشدوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دولة واحدة حكم تروك سامحني مشاكني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اعوذ بالله بكم لا تموت من شر ما خلق يا بنتي انت ما عليكي منه انت ارحمي نفسك خليه يموت صح يا والله انكتمت يا عيال وربي شمال حضر موت صادق يلا لبى قلبك ابو نقود شكرا شكرا ابو نقود حبيبي الرش بالدولار التيك توكي يلا صوت الخيل يلا شغل صوت الخيل يلا ما لي شغل انت شغل
يلعن ام الطفره، ما عندي جوال ثاني والله، لا اشتري جوال ثاني وربي. يا رب كبسوا عشانه وجدوا. لب قلبك نواف، عداكم العيب، عداكم العيب شباب. والله العظيم شباب يد وحده ما تصفق، والله العظيم انه يمدينا، اقسم بالله العظيم انه يمدينا ان نفوز عليهم ونخذلهم ثاني مره. خيل خيل لا يوقف. لب قلبك في دبليو دبليو ابو دبليو، وانت ابو هذه قطاعه. شكرا. الدوسري فيها في سامري حي السويدي، روح بالله لو سمحت. ابو دوسر في مزاين في الطوقي، روح احضره وانا اخوك. انا الحين بادي، خلي اسمعي. انقز انقز اذا تبغى انقز. ها خلي اسبيع يحضره، ابكى ابو اسبيع دايم هو محضر في مزاين يستحي على وجهه. ابو برطم على الطلاق لو امسك كله بدي البراط ما يروح. اصبر لحظه، ايش مزاين عشان افهم؟ مزاين طال عمرك تجي تسوي حتن رقبتها وش طولها، وحتن كانها انت يعني تشوفون ازين وحده تجيب 5 مليون. في هناك شارع اسمه شارع المليون، ما تفهمون الا بالملايين. انا اجيب مليار ما اجيب مليون. انت ايه ربع شد، انت تجيبين مليار؟ يس كيت. انت تجيبين مليار ضبع ناس قطع غيار، اما كامله زي كذا مره ما تصلحين. ايش دراك انت؟ لب قلبك نواف، الكلية على 150 ألف يا ربع. شدوك في الشاشة ما أدري بكم قيمتها، يعني تقريبا زي كذا يعني. لا تقعدين تقولين بسوارتك زي كذا، راكبة خيل تقولين بسوارتك زي كذا، افرضي تحتي يعني بالخيل الواحد ما يمسك إيده؟ لا تمسكين الرسن. شباب اللي عندي شوشوا على الشيء اللي عندها، تمام؟ ما عندي والله جوال اشغل للاسف. لب قلبك ابو نقود، ارحب ذاكر وارحب، ارحب ذاكر وارحب مرعبهم، ارحب ذاكر ومرعبهم، ارحب. لب قلبك ابو نقود اللي اثنين في اكس. شكرا حبيبي، شكرا يا قلبي، والله ما اعرف اسمك لكن شكرا. شكرا حبيبي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب مرعبه مرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب ذاكر. يبيض وجهك يا زاكرو. زاكرو هذا الدليل انك مرعب. شوف كم يحسبوا حساب، يحسبوا حساب مليون شخص عشانك المرعب، ولا قصور في الباقي. شفت يا زاكرو انك مرعب؟ زاكرو انت مرعب، مرعبهم زاكرو، مرعبهم. شوف كم يحسبوا حسابك مرتين يا مرعب. اسمع اسمع، اول شيء الحزين هو دخل وسجل دخول، دائما يسجل دخول والمعروف لا يعرف طبعا. يعني الحزين يعني صراحه إن اشوفه دائما قاطع له هو يبكي زي كذا. اسمع من عندي والله، والله يعزك يا الداسري، عز الله يعزك، عز تعال أبي يمك مشتاق لك، أبيك أبي قربك يا بعد ناس وهلي، وتعال
بعد كل ناسي وهالي ابيك شوف كثر ما ترى معلق الأول. عندك روان بس والله انه معلق بس عندك لحظه الاحكام عند الداعمين يلا أيه. واحد للداسري واحد للحزين وحكم للكومنت لا منك زحمت الدوسري قال ابشر بي ترى حكمك عند الحزين ولا منك قلت يا الحزين قال والله ان اسمي حزين وكسر لكن بفرحك معاي ترك مسموع مايكي. الله يسعدك يلا يلا خليه يمشي على راسه ووو. من هو اللي قال خليه يمشي على راسه الكومنت احكام معقوله لو سمحتي شو امشي على راسه شو امشي بشعري يعني ولا كيف يلا خلني اقرا الكومنت يا شوف احكام الدوسري والحزين الدوسري كومنت والحزين بليز كومنت خلاص سماح الحكم الله يسعدكم ما سلام والله يعني هذا حكم الحزين المعتادي انا يا شباب بلا ثواني بس خليني بكلمكم انت عندي اخواني رزان حلفت انها مهي بالدوسري ومن حلف بالله فصدقوه الله ايش دعوه والله كلبوهم والله رزان والله رزان لا تنفذ لا والله شباب هم نفذوا حكم بنفذ نفس ما هم نفذوا بالضبط ما انفذ الحكم كامل خلاص بالضبط. حكم الحزين نقول واحد يقول يبيك تعلمنا طريقة كيف تاخذ شاور لشعرك في البث تمام ايوه الحكم الثاني الثاني عند الداسري كذا بالمسطرة الثاني ترى المويه مقطوعه عندي لكن انا بمويه صحه ترى المويه مقطوعه عندنا في البيت اروح اوريك عشان تصدقين لا كيفك ايوه الدوسري يقول سكوات يا اخي ايش فيك انت دوسري حافظ مش فاهم تدري ايش معنى سكوات يقول سكوات سكوات خلاص تمارين يقول للصحه طيب طيب مزيدة. الحكم الثالث الحكم الثالث عندي كومنت الحكم الثالث يتشقلب 50 مرة يقص السماعة لا حرام يقص السماعة انا ما احب اسراف ماني زيك اقطعي عدساتك حسافة فاتني الحكم ذا ما قلت لها اول اقطعي عدساتك بدل الخيل اي الحكم الثالث معجون اسنان وماسك مدة جولة كاملة الله يلعن امها شغله هي شيخ انت ايش دعوه لو عطيتني لو عطيتها لو عطيتها ممكن انا راح رحمه والله اني اعرفها عندي في سناب شات تبين سنابها لا في وحده اسمها رحمه ايه تمام يلا بحط ماسك معجون لا استغفر الله ما عندي معجون انا عندي غسول فم لاني ما استخدم معجون انا استخدم اي شيء كيف ما عنده معجون ايش راح يحط قال لك راح يستخدم غسول لا غسول فم سلامات احط غسول فم على وجهي سلامات عندي صابون تايد اي شيء لا يعني صابون تايد. عندي صابون لا صابون ايش تبي صابون عادي الوجه. شامبو مو صابون شامبو اروح اجيب الشامبو خلاص شامبو يلا بسم الله الرحمن الرحيم بروح اجيبه واجيكم ها عضاني انا حكم زي كذا ولا رحمني الله لا يسامح اللي يسبني وانا ما اسمع ودوا باسر كواسر ودوا الله يعزكم جميع انا شاري رايح فيها تدرون اني رافعته بهذا بس الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ها ايش في ذبيحة احطها الحين بتقول شوف التحديات وريني الشامبو اوريك الشامبو ها روح I'm gonna go to
اشتوى واسع علي وكبر على سامي لك مكان ومقامي بين رؤوس الرجال بين رؤوس الرجال ما البغى منك حاجة وتعكى مزاجي دون شك وجدالي دون شك وجدالي هتزي للعطية جولة ولا جولتين؟ جولة واحدة هذه من حكم؟ اي من حكم من حكم سبوك في ذمتك الله خلاص. الله لا يسامح من سبني يا ربي الله يجعلني اشوف عجائب الدنيا في وجهها يا اخي انت يا محور الكون انت ما حد جاب طاري لا بس عندي يقولون سبوني انتم سبيتوني يا اخي عادي سبوني في وجهي عشان ما تاخذون حسناتي ما تاخذون سيئاتي يا ولد نحب نعطيك حسنات ليه تكفين سبيني بلا واجد عند صديقاتك عند المجموعات اللي تعرفينهم كل بوهم يو تروك ويع يا كريه زي كذا عشان تجيني حسنات والله في حاجات جالك من الشامبو الله يعزك ارحبي يا الحزين شباب انا بعلمكم حاجه بس خلونا نخلص البث ايش نصيحه خلوكم لين بعد البث لا حاجه بيني وبين المتابعين دائما انا قبل لا اقفل بث اعطيهم كلمه بعدين اقفل عبالي هذه حشه يعني لا والله اني ما احب احش في احد ايش دعوه انا مثل اخوكم الكبير لا اخونا الصغير انا اكبر مني بثلاث سنوات يا ابن الحلال لا ما انت اكبر مني لا مواليد كم انتي انت مواليد كم انا مواليد 1994 انا مواليد 1492 انا مواليد 1415 انا مواليد 1400 لب قلبك ذاكروا 14 1414 حلو هيليكس غماره ما شاء الله عليه 14 لبى قلبك ذاكروا حبيبي ما قصرت شباب وربى مصحف ذاكروا ما قصر اتمنى الجميع يضيفه اتمنى صراحه اذا ضفتوه كانكم مسوين لي معروف كبير كانكم داعميني والله العظيم حبيبي ذاكروا والله العظيم حب للابد يا ربع شدوا جوله واحده وحكم شباب انا وجهي وجعني من الشامبو احس عيني بتنطس لبى قلبك نواف حبيبي تذكر تكفين عادي امسحها لحظاتي اللي شفتك فيها بعتني فيها ابيع واشتري وادور رزق الله ونبضات تذكر يوم اعطيتني صابون تذكر يوري يجيلون صوتها حلو اما انا اغني في ذمتي سرزان تذكر اللحظات يجيت اسكتي اسكتي بعتني فيها ونبضات قلبي وانت تطفيها اذا انت يا 1992 يعني عمرك مثلي 30 يا جماعة امزح معاه انا انت ابو من الجحفة لا امزح معاه مش فيك سولا بس في واحد كتب لي كومنت عرفني جاب اسمي كامل يا الله وان في واحد زي كذا لا والله ما في خاطري فيه لب قلبك ابو قلب ولدي اذا انت بجماعتنا علمني غنوها هذه بالله باتني فيها نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها يا ولد قلت اسمي مرة ثانية ما حكيت ما مدى انت مشيت ملتفات وانا من سبع زمن احلامي لب قلبك ابو فركشه شو ترى عندهم جحفل ها لب قلبك الاخر اسمك كيو يو بنيت نفسي وعشت ارحبي يا القلعه
تجحفلنا علي حرام. يا الحزين علي حرام انك تجحفلنا يا ولد. تقولون جحفل تقولون جحفل. ما حولي جحفل ما في جحفل. لب عينك عاد ما في جحفل الحزين ما في جحفل. عز الله عزك يا الحزين. ايش حكمك؟ الله يعزك يا الحزين. وش حكمك؟ تذكر اللحظات اللي مش مسافة. روح اغسل وجهك. لا لا ما يحتاج ما يحتاج غسول. لان ده مرطب في نفس الوقت شامبو. ها اقري. بلسم هذا؟ اي بلسم في نفس الوقت عشان انا عندي شعر هنا بس انا ما كثرت واجد. يلا اعطيني احكام. الحكم الاول تتروش بالبث. ايوه هذا حكم الحزين. بس توصل شعرك يعني بس توصل شعرك. اي الحكم الثاني؟ الحكم الثاني نبي تضحك تسو تضحك. يا جولة كاملة فكينا لاني ترى طفيت انا برقد. خلاص يلا دقيقتين خلاص. نبيك تقول بطت بطت بطتنا بطت بطت. انت ما قلتيها صح. بطت بطت بطتنا ما قلتيها صح. انت خلاص قولها صح. انا ما لي دخل. قولها 20 مره. والله ما اعرف لها والله. خلاص قول زي بطت بطت بطتنا بطت بطت بط بط بطتكم. تقدر بطت بطت بطتنا بطت بط بط بطتكم. تقدر بطت بطتنا بط 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 بطتكم. تت بط 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 بطت بط بط بطتكم. بط 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 خلاص ترى انا وصلت الحين 16 بطتنا وتوقف بطن بطتكم. شوف يا جماعه كيف ينفذ الحكم هو سهل. بطتنا لازم تبط بطن بطتكم وبطتكم لازم تبط بطن بطتنا وبطتنا لازم تبط بطن بطتكم بطتكم لازم تبط بطن بطتنا بطتنا لازم تبط بطن بطتكم. هذه 10 عشان بطتنا لازم تبط بطتكم بطتكم لازم تبط بطتنا وحنا لازم بطتنا تبطتكم. هذه الحين 12 لا هذه صارت 11 الحين 11 انا قاعد احسب لك. بطت بطت بطرتكم لازم بطتكم تبط بطن بطتنا لان بطتكم بطت بطن بطتكم بطتكم لازم تبط بطن بطتنا الحين 13 بطتكم لازم انها تبط بطن بطتنا وبطتنا لازم انها تبط بطن بطتكم هذه 14 بطتنا لازم انها تبط بطن بطتكم لان بطتكم بطت بطن بطتنا وبطتنا لازم انها تبط بطن بطن بطتهم 15 خلاص يلا الله يستر عليك فرصة سعيدة يا استاذ ربنا. انا قلنا 20 تركي. عشان بطتنا لازم تبط بطن بطتكم، لازم بطتكم تجي تبط بطن بطتنا، وبطتنا لازم انها تبط بطن بطتكم، وبطتكم لازم انها تبط بطن بطتنا، بابا. بطتكم لازم انها تبط بطن بطتنا، لان بطتنا بطت بطن بطتكم، مع السلامة. وصلت 20، الله يستر عليك. لا لا باقي باقي هنا ثلاثة. باقي ثنتين وش انت رافع ثلاث اصابع كانس عنكبوت. بطتنا لازم تبط بطن بطتكم بطتكم تبط بطن بطتنا بطتكم والله العظيم انها بطتنا وبطتنا والله العظيم انها بطتكم. بسم الله باقي واحد. تدرين الواحد هذا وين تحطينه؟ زي كذا فيه فيه الحين تصاميم جديده. فرصه سعيده بنات الله يسعدكم. باقي واحد تشرفني. باقي واحد ما لك دخل ما راح عشان بطتنا لازم تبط بطن بطاتكم بطيتكم لازم تبط بطن بطاتكم. مع السلامة. هيا المرة الجاية جيب مستوى تعال يلا. رزان والله تعبنا ترى احنا نفوز عليه اقسم بالله. رزان روان والله العظيم والله العظيم والله العظيم من يوم ما يوم اخذتكم رايح جاي يعني لا حد يتكلم. الله يسعد. على الاقل انا فزت ثلاث مرات اليوم معاكم. امس ما فزتوا ولا مرة انتم. اوكي 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 تمام 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 يلا المره الجايه تعالوا مستوى. باي فرصس بعدين تعالوا مستواكم معاكم. لا والله.